وجود نظام موضوعي بتقييم الأداء وفقا للقانون اللي هي النظرة impersonality، نظرة غير شخصية وعدم التحيز. impersonality it means that employed evaluated according to the role not according to the manager's feeling، يعني يكون في هناك تقييم وفق قوانين واللوائح regulations المنظمة وليس وفق المشاعر الشخصية. نظام عادل ايضا يكون في هناك نظام عادل للتعيين ايضا وللترقية. اذا هذه الانظمة موجودة اللوائح والانظمة، هل بيكون في صراع داخل الشركة؟ هل بيكون في صراع على المناصب وعلى الترقيات؟ خلاص نظام عادل، متى بيترقى الشخص؟ ما هي الشروط؟ ما هي شروط التعيين؟ شروط التقييم ايضا بحيث انه الشخص المجد يكافئ والشخص المقصر ممكن يعاقب. ما يستوي الشخص الذي مثلا يحقق انجاز في العمل والشخص الذي يكون مقصر في عمله، لازم يكافئ ويدفع له الحوافز الماديه وايضا بالتوازي مع الحوافز ايش المعنويه. نعم هنا ربط الاداء بالحوافز الماديه والمعنويه في الاداء. اي شخص يكلف بعمل إذا في حافز مادي مرتبط أيضا بحافز معنوي، بيكون أداؤه إيش متحمس أكثر لإنجاز العمل ويكون متقن. عدم وجود الحوافز يؤدي إلى إيش؟ نعم إلى قلة الأداء وتذمر وعدم الرغبة في أو الجدية في العمل. هذا فيها شباب اللي هو مش ده حتى التمكين وايضا تدريب العاملين على القيام باداء اعمالهم. هذا في مش يعني لا اندماج ولا تمكين، الا في اكثر من كذا اللي يسمى انجيجمنت الارتباط. انجيجمنت اعمق من الاندماج واعمق من التمكين. الارتباط الوظيفي ان انت تكون مرتبط بالوظيفه معناها تكون بكل حواسك. كيف يعني ارتباط جسماني فيزيكال ومنتال عقليا وايموشن عاطفيا جسميا، معناها انه كل وقتك تشتغل يعني معناها منهمك. شو عندما تكون انت منهمك بالشيء مستغرب او مغمس بالشيء، يعني تكون الوظيفه هذه هي أولوياتك. هذا جانب جسماني تبذل جهد عضلي وتبذل جهد عقلي وأيضا عاطفي طول الليل إذا في مشكلة وأنت تفكر فيها. الساعة 6 الفجر وأنت ما أنت قد صحيت بنشاط، يلا متى بتوصل العمل؟ أحيانا إذا ما فيش ارتباط وظيفي ولا في تمكين ولا اندماء، يعني يلا الموظف يروح دفع هو إلى العمل، هو ما يريد يذهب إلى العمل، ما فيش حافز، يلا بس هكذا. لكن عندما يكون في ارتباط في حب للوظيفة، يعني هنا بيكون في حماس إخلاص اندماج وبالتالي هنا تنجز العمل. هذه مصطلحات جديدة يعني ممكن إن شاء الله نحن بنبدأ نكتب بهذا الجانب بحوث ايش اثر الارتباط واثره مثلا على اداء العاملين وهكذا. هذه هي بحوث جديده انا خلاص تطور. اذا هي اعمق من التمكين. التمكين هو يقول لك التملك النفسي سايكولوجيكال اونرشيب، انه يتملك المنظمه بحيث يعني يكون جزء منها. لكن شوف الارتباط اعمق واشمل. تبذل جهد جسماني وعقلي منتال وايضا ايموشن عاطفي. واضح نوضح لكم بالتفصيل اكثر ان شاء الله في المحاضره الجايه. طيب ننتقل الى التدريب.
أول قبل التدريب الاتصال هنا الاتصال كوميونيكيشن وضحنا في السابق معنى كوميونيكيشن ها ايش قلنا معنى transfer of information transfer of information from one person to another yes transfer of information ideas thoughts reports yes feeling from one person to another sender process of communication sender process receiver ميسج العناصر الرئيسية البروسيس وأيضا فيدباك هذا التأكد من فهم الرسالة أو مرسل ومستقبل و مرسل ومستقبل ورسالة وتغذية إيش؟ نعم التغذية الراجعة هذه والعكسية إيش يا شباب؟ التأكد اللي how the receiver understood how اللي هي إيش in English sender or in how is how the receiver understood the message واضح كيف المرسل أو يعني المستقبل فهم الرسالة نعم هذه تسمى التغذية إيش الراجعة في اتصالات طبعا يا شباب بتتم في المنظمه اللي هي حسب الاتجاهات احنا وضحناها قلنا الاتصال من الاعلى الى الاسفل من المدير الى الموظفين او الاتصال من الاسفل الى الاعلى من الموظفين الى المدير او الاتصال الافقي او الخارجي الان هنا مثلا في الكتاب يوضحها بطريقه اخرى يقول لك الاتصال بين فرد واخر بين فرد واخر يعني او بين الفريق فريق العمل او بين الفرق او بين الفرق هذا من منظور ايش اللغه اما فرد بفرد او احيانا احنا فريق مكون من 10 اشخاص يتم الاتصال فيما بيننا او هناك فريقين او ثلاثه فرق يتم الاتصال بين الفرق هذه او الاتصال الخارجي طبعا الاتصال الخارجي احنا وضحنا انه الغرض منه ايش إنه الشركة تتواصل مع المجتمع الخارجي سواء مستمر اللي هو persuasion الإقناع وأيضا increasing sales زيادة المبيعات و improve goodwill ها استقبال الشركة معرفة ردود مثلا نعم seeking for new markets بحث عن أسواق جديدة المهم إنه هذا الاتصال ليش الخارجي هناك العديد من المهارات اللي ممكن يحتاجها المطلوب طبعا الموظفين او احيانا تركز عليها اداره الجوده الشامله عندما نقول وجود نظام اتصال فعال يا شباب فقط كذا نتكلم عن وجود نظام اتصال بدون ما نعمل نهين السبل لازم نهين السبل هذا يحتاج له وقت كبير يعني نبدا بعمليات ايش هناك العديد من المهارات اللي يحتاجها الانسان نقول نقل بيانات ومعلومات وآراء وأفكار ومشاعر وحسب شخص آخر إذن هذه البيانات والمعلومات كيف ممكن تنقل؟ معناها ممكن تكون كتابيا ممكن يكون شفهيا ممكن وبالتالي الإنسان يحتاج إلى مهارة القراءة مهارة الكتابة مهارة الإصغاء listening writing reading نعم الإلقاء إيش كمان يحتاج مهارة body language أيضا non-verbal communication speaking أيضا اللي هي speech مهارة الحديث هذه كلها مهارات يحتاجها الإنسان فتعال إلى مهارة القراءة معروف إنه الشخص أحيانا يستخدم مهاراته في أحيانا ممكن يقرأ مثلا عن العناوين الرئيسية ممكن من أول وهلة مثلا يمسك الكتاب يطلع عليه مباشرة يلقي إيش يفهم المعنى هذه أيضا مهارة أو أحيانا تسلسل يكون عنده أشياء مرتبة حسب التسلسل الأبجدي
نعم حسب التسلسل ايش الاكل. القراءه هذه مهارات سهله يعني يتعلمها، لكن مهاره الكتابه يا شباب، انت عندما تكتب رساله ما هي المهارات التي يجب ان تكون ملم فيها؟ سلامة اللغة. ما هي مهارات المهارات الكتابية؟ مهارات التعبير، القدرة على الصياغة اللي ممكن تلم فيها. الاسلام صح؟ نعم. لما يكون الاسلام هذا الناس يحتاج إلى الإنسان. طيب شرط أساسي أولا اللي هي إيش؟ كلاريتي، اللي هي هنا رايتي سكيلز. كم كلاريتي؟ What do you mean by clarity؟ وضوح. وضوح الرسالة. كيف تكون الوضوح بالرسالة؟ وضوح الفكرة. وضوح الرسالة. الرسالة وضوح فكرة الرسالة. مثل الوضوح لازم هدف الرسالة. ما يستخدمش كلمات معقدة، يستخدم كلمات واضحة. ممتاز. يستخدم كلمات قصيرة وبسيطة تكون ايش؟ دقيقة واضحة فعلا. ما يستخدمش يعني مصطلحات معقدة. خير الكلام ما قل ودل. يستخدم الكلمات البسيطة واللغة ايش المفهومة، حتى لو كتب باللغة الإنجليزية. يا شباب انت احيانا اذا مثلا تلاحظ ابحاث مكتوبه باللغه الام البريطانيه تحصلهم يكتبوا مثلا باللغه معقده، يصعب احيانا فهمها حتى عندما تترجمها. لكن بعض الكتاب كلغه ثانيه او بعض الدول يكتبها بطريقه ايش؟ سلسه. كذلك حتى في العربي تلاحظ مثلا الكتاب الذين يكتبون الكتب مثلا المصريين عكس الأردنيين، عكس العراقيين. بتلاحظ العراقيين الأردنيين يكتبوا بلغة سهلة واضحة مفهومة، بعكس مثلا المصريين. أنتم ممكن تذهبوا إلى المكتبة وتقارنوا، تعملوا عملية إيش؟ مقارنة. طيب هنا الوضوح. طيب رقم اثنين coherency. سهولية. coherency اللي هي التناسق، التناسق والوضوح. ما المقصود بالتماسك يا شباب؟ يعني هو تماسك مع بعضها البعض. أي منسق. البناء اللغوي. نعم ها ها. البناء اللغوي. الصياغة اللغوية. أفكار تكون مترابطة. أفكار رسالة. مترابطة. كيف أنت ممكن تخليها يا شباب الترابط هذا؟ أحياناً أنت تيجي تكتب الرسالة كذا صلبة من البداية إلى النهاية. يعني مثلاً ممكن تستخدم أحياناً التعداد 1 2 3. تستخدم أحياناً عناوين رئيسية للأفكار، تعمل خطوط عليها تكتبها بخط عريض. بعضهم أحياناً يكتب لك كذا كتابة بشكل كامل. نعم أيوة. ما يحاولش يوضح لك. أنت عندما تكتب الرسالة وتكتب النقاط مثلاً 1 2 3 وتكتب العناوين الرئيسية تتيح فرصة للقارئ أحياناً يكون ما عندهش وقت إنه يقرأ كل هذا. هذه طبعاً حتى في الامتحان يا شباب يجب أن تركزوا عليها. دوس اكتبوا مثلا كذا بشكل دبش. لازم يكون في تسلسل للافكار، ترابط واضح، في عناوين رئيسيه، خطوط للعناوين مثلا 1 2 3 مرتبه. يعني الشخص عندما يقرا يكون انطباع جيد. احنا نلاحظ هذه كثير حتى في البكالوريوس. احيانا البعض ممكن يكتب لك بنص صفحه يعني بخط اراده له مجهر. انت ايش يكبر يعني يضيق على نفسه، عنده دفتر يعني للسفاره. واضح. طيب رقم 3 كومبليتنس. What do you mean by completeness؟ تكمله، شمول. انه لازم تشتمل على كل الحقائق والمعلومات التي تريد ان توصلها الى مش يعني تتذكر تقول ها والله نقصت بعض المعلومات والله كذا. يعني هذا المستقبل مثلا يكون في اليابان او في الصين، لازم انت تعطي له كل المعلومات التي ايش اللي يحتاجها. تتخيل نفسك في موقف، في موقع يعني ما هي المعلومات التي ممكن ايش تحتاجها. لذلك لازم تكون الرساله ايش؟ شامله لكل المعلومات. consistency الاختصار.
الاختصار رسالة تكون مختصرة، خير الكلام قلنا ما قل ودل، ما في داعي للتكرار. الكلام اللي قد كتبته في البداية ما في داعي انت ايش تكرره، ما يعنيش الاختصار ان انت تختصر الى حد انه يفقد المعنى. نعم، الاختصار بما لا يفقد ايش يخل بالمعنى، مثل ما قلنا لكم هذه احيانا بيبر، انت كباحث ماجستير هذه بيبر، احيانا المشرف ممكن يطلب منك ان تلخصها في ورقه واحده، تبدا انت تكتب اسم البيبر، ايش هي الاهداف اللي تناولها، ايش كانت المشكله، ايش استخدم من اساليب في عمليه جمع البيانات والمعلومات، ايش النتائج التي توصل لها، وما هي المقترح. صفحه واحده مع الجميع، انت تطرق للادبيات السابقه اللي كتبها والجانب النظري وخلاص مفهوم. هو بيكتب كل ما يتعلق بالموضوع، جوانب نظريه ودراسات ادبيه معروفه هذه. احنا نشتي ايش اللي توصل له من حاجه ايش جديده. العنوان مع الاهداف مع المشكله مع النتائج اللي هي ايش؟ المقترحات. طيب. Correctness. What do you mean by correctness؟ صحيح. إن تكون الرسالة صحيحة من حيث القواعد والإملاء. نعم. Correct. Correctness. سواء كانت اللغة الإنجليزية أو العربية تحتاج إلى مراجعة من حيث القواعد والأخطاء الإملائية. Concreteness. Concrete. Yes. Con. Correctness. هنا الواقعية. الواقعية تكون كلمات واقعية محددة. محددة يعني الواقعي طبعا هو عكس المجرد. ما تستخدمش كلمة مجردة. مثل ما قلنا المجرد اللي هو قليل كثير معظم بعض الأحيان. يعني هذه كلمة إيش؟ غير محددة يعني. قليل كم؟ سونسريك. نعم، سبيسيفيك محددة. يعني لازم تكون كلمات محددة. مثلا أعطي لك مثال. بدك إيش تقول؟ قامت الشركة بإرسال قامت الشركة بإرسال البضاعة إليكم. هنا إيش الخطأ؟ هذا مش كونكريت. هذه هنا يعني جنرال. غير محدد مجرد. ايش من شركه وايش من بضاعه؟ قامت شركه. نعم، يعني لازم تحدد قامت شركه مثلا مجيب اليكم من انتم للاستيراد والتصدير ارسال مشوار. نعم، حتى البضاعه اوكي اليكم معنا تقعدوا يخاطبوا عارف ايش البضاعه، لكن الشركه لازم ارسال بقول كميه بقول او نعم او ارسال البضاعه يعني التي تم ادوات يعني. نعم، فبالتالي الواقعي شوف دائما الواقعي شيء يمكن احساسه، يمكن لمسه، يمكن تذوقه، يعني تحس فيها تكون محسوسه مألوفه، يعني عكس المجرد. لكن عندما تقول ارسلنا لك بقليل يعني من ال نعم اي شيء كم الكميه او كثير هذه كلها تعتبر كلمات مجرده، فأنت لازم تكتب من منظور واقعي. قليل بالنسبة لك مختلف على قليل بالنسبة لي. قد تكون قليل بالنسبة لك معناها 100,000 حبة، أنا بالنسبة لي معناها تكون حبة حبتين، فمش واضح. مش واضح، مجرد هذه تعتبر، خاصة في لغة البزنس. إذا دخلت في الكمية والتقديم. عادي، المهم أنها تكون محددة مثل ما الأهداف يا شيخ. دقيقة يعني. مثل ما الأهداف ما تخليهاش عامة. توضح بشكل دقيق، واقعي. مثل ما قلنا لكم احنا دائما نجي نقول لك مثلا الجامعات حتى في فرق بمعظم الجامعات في العالم. نجي نبحث مثلا على هذه الجامعات احيانا عنوان الجامعه احيانا تبحث ما تدريش فين الجامعه هذه موقعها. في الموقع او العنوان مثلا جامعه تعز ما يكتبش اليمن الجمهوريه اليمنيه. اي واحد ما يبحث يعني بيطلع له معلومات عن جامعة تعز لكن ما بيدريش يحتاج له وقت اخر يبحث من فين اين تقع هذه جامعة تعز. فهذا الاخفاق برضو اللي تقع في بعض الجامعات في العنوان الرئيسي لها البلد التي تتبع